المشاتل في الجزائر بكثرة في المناطق الساحلية والمجاورة، على غرار مشتلة الجاردن غرب الجزائر المعروفة بنشاطها العريق لتقريب الناس من الطبيعة. نتابع في تقرير هاجر بوالي. على مساحة مد البصر تتربع مشتلة الجاردن غرب الجزائر المعروفة بنشاطها العريق لتقريب الناس إلى الطبيعة بكل سحرها وتنوعها. تضم عدة نشاطات فلاحية من بينها مشتلة إنتاج شتلات الحمضيات، والنشاط الثاني هو نشاط تربية المائيات، وكذلك الإسباس اللي مفتوح للجميع أفراد وشرائح المجتمع، الشروم اللي فيه لي بلونت أورنومونتال النباتات الزينة اللي تندار في الديار الداخل والخارج. مشتلة لغرس مختلف أنواع النباتات وتربية الأسماك بمختلف أنواعها، منها ما هي موجهة للزينة وأخرى للاستهلاك، في نفس الوقت مكان تقصده العديد من العائلات والتلاميذ للتقرب من الطبيعة. ولذا أنشئت جاردن أكوا اللي تضم مهندسين يشرفون على هذا السيرفيس لإنتاج أسماك الزينة من جهة، وأسماك الموجهة للاستهلاك من جهة أخرى. جاردن تستقبل تقريبا كل أسبوع مئات الأطفال، المدارس اللي نقدموا لهم حصص حول إنتاج نباتات الزينة وكيفية المحافظة عليها. هي نموذج عن مشتلة ناجحة بفضل جهود أصحابها في وقت يعزف فيه البعض عن امتهان هذا النشاط.